صباح الخير، صباح العدالة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفي كل الدول القمعية. أنا ابتسام الصائغ، مدافعة عن حقوق الإنسان من البحرين وعضو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. تحولت في بلدي إلى ضحية بسبب عملي في وإيماني بالآليات الحقوقية، حيث أن مسلسل استهدافي مستمر وسأسلط الضوء على عن بعضه، ولا أستبعد أن وجودي بينكم مدعاة للمزيد من الانتقام، لأن المطلوب منا التوقف والسكوت عن كل الجرائم ضدنا وضد عوائلنا. عند عودتي من دورة جنيف 37 في مارس 2017، تم استجوابي في مطار البحرين وحرماني من التواصل بعائلتي الذين كانوا بانتظاري لأكثر من 6 ساعات من قبل جهاز الأمن الوطني. تعرضت خلال الاستجواب وبالخصوص عند مشاركتي بمجلس حقوق الإنسان عن السؤال عن باقي المشاركين البحرينيين الذين فضلوا البقاء في الخارج خوفاً من الاستهداف، وتم تهديدي لأنهم اعتبروا مشاركتي تحدي لهم. تم تفتيشي تفتيشاً دقيقاً لأكثر من مرة ومصادرة جميع الكتب الصادرة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. بعدها سمح لي بالاتصال، ولكن تم إخلاء سبيلي بعد ساعة، وصودرت مني وثيقة السفر التي كانت تحتوي فيزا إلى سويسرا لمدة 5 سنوات. وكان استهدافي التالي الأقصى، فتفاصيله مؤلمة جدا، وأنا آسفة أنني سأتكلم عن بعضه وقد تتألمون، ولكن أفضل الكلام عن السكوت، فيجب فضح الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان في دولنا وبالخصوص في دولة البحرين. حيث وردني اتصال للحضور إلى المقر الأمني بمنطقة المحرق، وهي العاصمة الثانية للبحرين، وهو مجمع خدماتي مدني، وكنت قد دعيت له مسبقاً للاستجواب والتهديد، ويوجد فيه مقراً غير قانونياً تابع للجهاز الأمن الوطني، ولكن كان هناك تخويف أو تخوف من ذهابي في يوم إجازة، كان يوم الجمعة وهي إجازة رسمية عندنا بالبحرين، وبسبب أن الظروف خلال تلك الفترة مرعبة، حيث كانت القوات الأمنية استهدفت تجمعاً سلمياً، حاولت فض بطريقة قمعية، سقط نتيجة لذلك 5 ضحايا، واعتقل مئات المتجمعين هناك، كان مستوى التصعيد الأمني مرتفع جدا، ولكني فضلت الذهاب، لأن في حالة عدم ذهابي سيتم اقتحام منزلي وترعيب عائلتي. ذهبت مع المحامي، ولكن لم يسمح له بالدخول، بل تم تهديده عندما أصر على الدخول مستندا بالقانون. بعد إخراجه تغيرت الظروف تماما، حيث تم تصميد عيني بعد جولة سريعة في المقر. كانت الأصوات مرتفعة جدا، تم اقتيادي إلى عدة غرف، وفي كل غرفة ظروف التعذيب مختلفة، منها الضرب والركل والتركيز على منطقة الرأس والجانب الأيسر من جسمي، ومن ثم قام بالتحرش بي جنسيا. ولم يكتفي الجلاد بذلك، وكان يتفاخر أنه جلاد ويقول أنني أستمتع عندما يقولون لي جلاد، وأنا أستطيع فعل بك ما أريد، لن يستطيع أحد منعي. وكان يؤكد بأن لديه ضوء أخضر من ترامب ومن بريطانيا ومن جميع الدول التي تدعم حقوق الإنسان.
أمر الآخر الذي كان يقيدني من الخلف بأيديه، وهو رجل ضخم جدا، أن يتحرش بي من الخلف. وأنا كنت أصرخ وكنت أنادي: لا تفعلوا بي ذلك، هل يعرف ملك البحرين ماذا تفعلون في هذه الغرف؟ وكنت أتلقى اللكمات والضرب. كانوا يقولون لي: لا تصرخين، فلا أحد يستطيع سماعك في هذه الغرفة، ولن تستطيع الآليات الحقوقية ولا المنظمات الدولية ولا حتى الأمم المتحدة ولا حتى الأمين العام للأمم المتحدة زيد بن رعد حمايتك، وحتى الله نحن لا نعرفه في هذه الغرفة. أغمى علي وتم سكب الماء واستمر تعذيبي، والطلب بعد تهديدي بإمكانية اغتصابي بالمناوبة واستهدافي واستهداف عائلتي في قضايا جنائية، وإن لدي ساعة من خروجي من هذا المبنى علي كتابة تغريدة واحدة، وبعدها أقفل حساباتي في مواقع التواصل وأغير أرقامي الهواتف وأقطع علاقتي مع منظمتي وجميع المنظمات التي أتواصل معها. وكانت التغريدة هي: أنني ابتسام الصايغ أتوقف عن العمل الحقوقي ولا أريد أن يتواصل معي أحد. بعدها بسبع ساعات كانت الأفضع في حياتي. طبعا لا أستطيع أن أقول لكم كل التفاصيل، أنا مجرد سلطت على بعض التفاصيل المؤلمة. كنت في حالة انهيار عصبي طوال فترة التحقيق، كنت لمدة سبع ساعات متوقفة، وطلب مني فتح رجلي، وكان الحذاء التي كنت أرتديه كان من ضمن الأشياء التي صدرت مني. سمعت صوت صاعق الكهربائي وهددت باستخدامه ضدي، كما أنني شعرت للحظات أنني فريسة بين وحوش. فعلا في هذه الغرف لا أحد يسمعك، لا أحد يستطيع إنقاذك، أنت تتألم وحدك. وخرجت بعد سبع ساعات لا أستطيع المشي، قادتني سيدتان حتى الباب الخارجي. ما أن رأيت زوجي حتى سقطت على الأرض، فحملني مع ابني وأخذت إلى السيارة، وبعد ذلك نقلت إلى المستشفى في حالة انهيار عصبي. بقيت في المستشفى لمدة، وكان أثبت الدكتور بأنني تعرضت إلى كدمات في الرأس وأن هناك تحرش، ولكن حتى الطبيب لا يستطيع كتابة تقرير ينصف حقي ويؤكد ما تعرضت له، خوفا من غلق المستشفى لأنه مستشفى خاص. كما أنني شعرت للحظات بأنني أريد من ينقذني، أحد ينقذني أو يساعدني، ولكن الجميع كان خائف. وصل إلى مسامعي: رجاء سننهي موضوعك سريعا، يجب أن تعودي إلى المنزل أو أن تبقي في المستشفى لأنك تحتاجين إلى مجموعة من الأشعة. ولكن جاء أمر من المستشفى، من إدارة المستشفى، لا يمكن إبقاء ابتسام في المستشفى، خوفا لأن منتسبي المخابرات والجهاز الأمن الوطني كانوا يتمشون في غرفة الطوارئ القريبة إلى مكان وجودي، فكانوا في حالة خوف وهلع. خرجت من المستشفى وأنا ما زلت أتألم. تم إعطائي عدة أبر لأستطيع النوم، ولكن هذه الأبر لم تستطع ولم تفيدني حتى أن أسترخي أو أنام. عدت إلى المنزل في حالة ضعف وخوف، لدرجة أن ابني الصغير الذي كانت ترعبه الاقتحامات المتكررة إلى منزلي،
كان يكره اللون الأزرق لأنه لون الزي الشرطة التي تأتي تعتقلنا. لفترة من الزمان عولج ابني من البول اللا إرادي بسبب تلك الاقتحامات، ولكن هذه المرة دخلت المنزل أمه القوية التي تساعد الناس، التي تطالب بحقوق الناس في حالة انهيار عصبي لا تستطيع حتى حمل كوبات الشاي من الألم. بقيت في المنزل لفترة لا أستطيع التحدث، ولكن بعد أسبوع قررت بأن السكوت جريمة جديدة، جريمة ليست بس لن تكون لحقي بل في حق جميع الضحايا الذين قد يكونون مكاني بعد ذلك. فقررت أن أكسر حاجز الصمت وأتحدث عن ما جرى لي. بعد أن تحدثت بما حدث لي جاء الاستهداف الثاني، وهو الانتقام مني لأنني تحدثت، وتم اعتقالي بطريقة تعسفية، وأبقيت في الحبس الانفرادي لمدة لقرابة الشهرين وحيدة. كنت أنقل إلى غرفة التحقيق الباردة جدا، كنت أهان وأتعرض إلى عدة مساءلات لا تتعلق بعملي، اتهمت بعدة قضايا تتعلق بالإرهاب وأنا بعيدة عن الإرهاب وأنا ضد الإرهاب، فقط من أجل تنفيذ تهديدهم الذي كان يقول لي أحد المحققين أنك ستبقين في السجن لمدة 10 إلى 15 سنة إن لم تموتي داخل السجن، فقط نريدك أن تسكتي لأنك تتحدثين وتتحدين الرجال. أخلي سبيلي، طبعا أنا أضربت عن الطعام لمدة 31 يوما وأنا كنت في الحبس الانفرادي. كان مدة التحقيق معي يبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 صباح اليوم الثاني، وكنت مضربة عن الطعام احتجاجا على اعتقالي التعسفي، وكنت أجد بأن من يجب أن يكون في هذا السجن هو من قام بتعذيبي والاعتداء عليه، وكنت أيضا أطالب بحقي في التواصل مع عائلتي. 31 يوما لم ألتقي بعائلتي، حرمت من الزيارة، وبسبب الضغط العالمي وبسبب نشاطكم ووجودكم وبسبب من يوجد في العالم يدافع عن المدافعين عن حقوق الإنسان تم إخراجي من السجن بعد 4 شهور، وحفظت القضية مؤخرا لعدم كفاية الأدلة، ولكني ما زلت أتلقى التهديدات لأنني ما زلت أناصر قضايا حقوق الإنسان، ولن أتنازل عن الدفاع عن الضحايا والمظلومين، وسأطالب بإنصافهم وأن تكون آليات الحقوقية والحقوق مكفولة للجميع، لأن السكوت جريمة كما أخبرتكم. ومن خلال هذا اللقاء الذي يجمعني بكم أتمنى أن نعمل على المزيد من الضغط للإفراج عن باقي المدافعين عن حقوق الإنسان أمثال عميد الحقوقيين البحرينيين عبد الهادي الخواجة الذي تم استهدافه والحكم ضده 25 سنة وتشتيت عائلته، تشتيت بنات المدافعات عن حقوق الإنسان، هم مغربات عن أوطانهم. يعملون بجد بعيدين عنه، يعملون بجد من أجل تحقيق شيئا بسيطا في مجال تحسين حقوق الإنسان في البحرين. كما أطالب بالعمل على الإفراج عن الأستاذ الذي كنا نعتبره نبض حقوق الإنسان في البحرين، الأستاذ نبيل رجب. وأطالب أيضاً أن لا ننسى الأستاذ ناجي فتيل، صوت حقوق الإنسان الذي كان موجود بين الضحايا ويتحدث عن ما يتحدثون، وأيضاً حتى الآن لم يتوقف عمله، ما زال يبعث الرسائل من خلف القضبان ليطالب بتحسين أوضاع حقوق الإنسان للضحايا.
كما لا ننسى الأستاذ الدكتور ذو الاحتياجات الخاصة وهو الدكتور عبد الجليل السنجيز، موجود في السجن ويقضي عقوبة المؤبد لأنه يعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان. وبالأخير قرويز جواد وهو أكبر المدافعين عن حقوق الإنسان سناً ويعاني أمراض عديدة، محكوم لمدة 15 سنة قضى منها 9 سنوات وما زال موجود خلف القضبان بالرغم من كبر سنه. كما أنني أطالب من خلال هذا التجمع الجميل أن يكون لدينا دور أكبر بأن نؤازر الضحايا من المدافعين عن حقوق الإنسان بالطرق الآليات المستعجلة والطارئة، خصوصا في الدول القمعية التي تمارس كل أنواع التعذيب والضغط. صدقوني ما زلت أتذكر كلمات ذلك الجلاد عندما كان يقول لي: لن يساعدك أحد هنا، أنت هنا في قبضتنا ولن يساعدك أحد. فعلا إنه مؤلم أن تشعر بأنك أسير إلى وحش يتلدد في تعذيبك، يتلدد بسماع صوتك وأنت تتألم، يتلدد بفعل فيك ما يريد ولكن دون أن يوقفه أحد. نتمنى أن ننتصر لحق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع العالم ونحررهم من القيود ونجعلهم مثال للتحدث عن ما جرى لهم، ليكونوا قدوة للضحايا الخائفين الذين يكتمون ما تعرضوا له طوال سنوات تعذيبهم والتعرض لهم. أشكركم وأشكر وجودي معكم، وأتمنى أن لا يكون هذا الوجود وهذه الكلمة مرعاة جديدة لاعتقالي عند عودتي إلى المنزل.